ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف السيد أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة وجهات نظر. أهلا بك سيد أيمن، يعني كيف قرأت هذا الخطاب؟ يعني في واقع الأمر أنا لا أهتم كثيرا بخطاب نتنياهو. أنا استمعت أيضا أو عرفت أيضا أن كان هناك تعليقات في الكنيست، وكان النائب أحمد الطيبي كان له تعقيب على كل ما يجري. نعم، النائب العربي. يعني أحاول أن أضع الأمور أو ما قرأ في مصر في إطار صحيح. أخشى أن هناك الكثيرون ممن يعطون الأمر أكثر من حجمه بكثير. ينبغي ألا نلتفت عن حقيقة توصيف ما جرى. ما جرى بالضبط هو في نهاية المطاف، في التحليل النهائي، هو احتجاج أيا ما كان المدى الذي ذهب إليه على سلوك سابق للإسرائيليين. يعني لا ينبغي أن ننسى أبدا أن اليوم تحديدا بالمصادفة يعني التي يجب أن نضعها في الاعتبار، كان الضحية السادسة للاعتداء الإسرائيلي على جنود مصريين على الحدود. يا سيدي، لا ينبغي أن نضع أن نتجاوز أو أن نعطي الأمور حجم أكثر من حجمها، أو معنى أدق، لا ينبغي أن نكيل بمكيالين. للأسف الشديد أنا أتابع الكثير من التعليقات وأرى أن كثيرين يتحدثون عن المواثيق الدولية وعن الأعراف الدولية وعن معاهدات فيينا، وأنا أفهم ذلك تماما وأقدره تماما وأحترمه تماما، ولكن ينبغي أن نضع الأمر في سياقه. نعم، ما جرى بالأمس في الجيزة لم يكن مستلا من سياقه، وفي نهاية المطاف كان احتجاجا على سلوك سابق. لا ينبغي أن ننسى ذلك. نعم، يعني لو وضعنا الآن يعني مستقبل العلاقات المصرية ودول المنطقة في على الميزان، يعني ما الذي كسبته الآن مصر يعني جراء ما حدث، ويعني تتالت هذه الأحداث بشكل سريع في ظرف يعني ربما أقل من 24 ساعة حدثت الأزمة وتم احتواء الموقف بسرعة البرق. يعني ما الذي كسبته مصر وما الذي خسرته أيضا؟ البعض يعتقد أن مصر خسرت وأن المعالجات أو بمعنى أدق المناشدات الدبلوماسية أو حتى التعليقات بعض رؤساء الدول الخارجية على الأمر، ربما هذا يكون فيه يعني بعض الخسارة للدبلوماسية المصرية، لكنني أرى الأمر منظور مختلف تماما. دعنا نضع الأمر في السياق الآتي. إذا كان المصريون، وأعتقد أنهم يعنيهم ذلك تماما، إذا كانوا يرغبون في تعديل اتفاقيات كامب ديفيد، وهذا أوانها لكي على الأقل لا يتكرر ما جرى في سيناء، فهذه هي الفرصة الذهبية. هل تعتقد بأن ذلك من الممكن أن يتم؟ يعني ألن يعني تمس يعني ألن تتعنت إسرائيل بعد ما حدث، وربما يعني تسجل هذه النقطة على مصر، و يعني تتعنت في ربما أي طرح لفكرة تعديل هذه الاتفاقية وهذه المعاهدة أيضا؟ يا سيدي، السياسة في نهاية المطاف هي شد وجذب، وفي نهاية المطاف أيضا هي قوة هنا وقوة هناك. لا تنسى مثلا هذه ما جرى بالأمس، البعض يعتبره أنه الحادث الأكبر في تاريخ الدبلوماسية، هذا غير صحيح بالمرة. أرجو ألا ننسى مثلا أنه كان هناك احتجاز ل 53 من الدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران لمدة تجاوزت العام، 444 يوما بالتمام والكمال. القضية في نهاية المطاف هي قضية إرادة. دعنا ننظر الأمر كالآتي: إذا كان هناك حادث الحدود المصري، إذا كانت القائمون على الأمر في مصر قد تعاملوا مع الأمر بطريقة غير ما جرى بها التعامل، أظن أننا لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه بالأمس. في نهاية المطاف هناك ضغط شديد ينبغي أن يستثمره المفاوض المصري. هذا ما أفهمه هناك الآن. يعني هل يستطيع أحد على الإطلاق أن يتجاهل صورة الآلاف بالأمس وهم يحطمون الجدار؟ هناك ضغط شعبي، شئنا أم أبينا، بعد 30 عاما، بعد 35 عاما من معاهدة السلام. نعم سيد أيمن، يعني نتنياهو في بيانه يعني تحدث كثيرا عن مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية، ولم يتحدث يعني عن أبرز ما يعني أثر في هذه العلاقات من هذا الحادث الأخير الذي يعني نذكره منذ أيام. لماذا برأيك تم تجاهل هذا الموقف وهذا الحادث ولم تتم الإشارة إليه ولو من بعيد؟
أنت تقصد حادث الحدود؟ نعم بالتحديد. ببساطة بالغة، إسرائيل رفضت أن تعتذر كما بالضبط حدث مع حادث سفينة مرمرة. رفضت إسرائيل أن تعتذر لتركيا، ولكن رد الفعل كان مختلفا في الحالتين. إسرائيل تاريخيا ترفض أن تعتذر. إسرائيل انتهزت فرصة مرمرة بالأمس لكي تقلب الصفحة في اتجاه جديد. البعض للأسف الشديد يعتبر أن ما جرى بالأمس هو إعلان للحرب، وهذا ليس صحيح. والبعض للأسف الشديد عندما علق على ما جرى بالأمس علق على أنه نحن لا نريد أن نحارب، كأن يعني كأنه يفهم أن قطع العلاقات أو سحب السفير أو ما إلى ذلك هو إعلان للحرب، وهذه مغالطة كبرى. تركيا لم تعلن الحرب على إسرائيل. باختصار بالغ، هناك أدوات دبلوماسية عدة وشتى وخطوات كثيرة على الطريق، ولكن العلاقات يعني مع تركيا وإسرائيل يعني أخذت منحا يعني لم يكن أحد ليتوقعه. وهنا أود أن أسألك، ومصر جزء من دول المنطقة، وربما سنشهد زيارة قريبة لرئيس الوزراء التركي إلى مصر أيضا، هل سينعكس شيء من هذا البيان على يعني مستقبل العلاقات المصرية التركية إن استطعنا أن نقول؟ لا أعتقد أنه سينعكس على مستقبل العلاقات المصرية التركية أو أن هناك أي تأثير، ولكن بالتأكيد الموقف التركي أو ما جرى على صعيد العلاقة التركية الإسرائيلية في الأسبوع الفائت كان له تأثيره بالتأكيد على الشارع المصري، وكان له تأثيره. يعني نحن استمعنا حتى على شاشاتكم على قناتكم، استمعنا إلى عدد من المتظاهرين أمام السفارة وهم يذكرون الموقف التركي ويقارنون بين الموقف المصري والموقف التركي. يا سيدي الفاضل، دعنا لا ننسى أن انتهت 18 يوما للتحرير بشعار أصبح حاكما الآن وينبغي أن يدركه الجميع: ارفع رأسك فوق، أنت مصري. الآن المصريون يشعرون بهذا الشعور ويرفضون، وينبغي أن يفهم الإسرائيليون ذلك، وينبغي أن يفهم الجميع ذلك داخليا وخارجيا، أن المصري لم يعد لديه أي استعداد لأن يطبق رأسه حتى لو كان هناك من عقد اتفاق سلام مع عدوه قبل 30 عاما. نعم. المصري الآن لن يقبل أن يمثل له طرف سواء في الداخل أو في الخارج. أعتقد أن رسالة وصلت إلى الجانب الإسرائيلي، وأعتقد أن ما جرى بالأمس يعزز ويعضد الموقف المصري وليس العكس. للأسف الشديد أقرأوا على الإنترنت ويعني مقالات التي ستنشر غدا، البعض كتب في اتجاه أن ما جرى بالأمس يضعف الموقف المصري ويضعف الإدارة المصرية. أنا أفهم الأمر بطريقة مخالفة تماما. أنا أفهم الأمر أن ما جرى هو ورقة ضغط في يد المفاوض المصري، إذا توافرت الإرادة السياسية التي تريد أن تضغط على إسرائيل في أي اتجاه. قضية التلويح بأن الأعراف الدولية وما إلى ذلك، أرجو أن يقول لي أي من كان متى احترمت إسرائيل الأعراف الدولية. عندما يقول لي متى احترمت إسرائيل الأعراف الدولية، أقول له آسف، سأحترم أنا أيضا، سأحترم هذه الأعراف المرة القادمة. وأشكركم. نعم، شكرا جزيلا لك أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، كما أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة لهذه التغطية أو المتابعة لما دار أو لما تابعناه سويا على شاشة الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر، من خطاب أو بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك بنيامين نتنياهو منذ قليل. شكرا لطيب المتابعة، فقراتنا متواصلة، لا تذهبوا بعيدا.